بصوا بقى، هو احنا النهارده يعني عايزين نتكلم حبتين على المسلسلات شويه بتاعت رمضان. من حيث ايه بقى؟ من حيث التأثير. يعني هنا خليني برضو اخص بالذكر، زي ما انا بتكلم عاده عن الاختيار، بتكلم برضو عاده بصراحه على فاتن امل الحربي. المسلسل ده قالب الدنيا، يعني لا اظن ان في بيت في مصر ما بيتفرجش على فاتن امل حربي ويتابعه. من باب الايه بقى؟ من باب انه هذه المشكله في الغالب طرقت ابواب اسر كتير جدا جدا جدا، بل يعني جانب ضخم جدا من الاسر المصريه تعرضت فيه سيده فاضله لما تعرضت فيه البطله بتاعه المسلسل نيلي كريم ما بين قوسين فاتن امل حربي. دي نقطه. النقطه الثانيه هي المسألة بتاعت إن المسلسل بيتطرق مش بس لهذه المشكلة، وبتطرق لتداعيات هذا النوع من المشاكل على الأسرة وعلى الأولاد وعلى المحيطين، وتأثيرات نوع ده من المشاكل على الشغل بتاع الناس دي. وإحنا شفنا يمكن مشهد من المشاهد ونيلي كريم بتتناقش مع مديرتها، لو تفتكروا المشهد ده أظن كان في حلقة امبارح ولا أول امبارح. أنا بتابع هذا المسلسل كويس جدا. من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها في المسلسل، وإن كان دايما يعني أصلا أنا بحب هالة صدقي جدا جدا على المستوى الإنساني، ده نمرة واحد. نمرة اتنين على المستوى الفني، وهي معانا على التليفون، فأهلا أهلا أهلا يا دي النور. يا حبيبي اهلا بيك ومسي على الكلام الحلو ده، ربنا يخليك. يا رب يخليك يا رب. كنت وحشانه قد الدنيا، ففرحنا لما لقيناكي في فاتن امل حربي. الحمد لله الحمد لله. انا فعلا بقالي سنتين عماله بعتذر للسبب ده، انه انك انت لما يعني الحمد لله لما حد يقول لي انا بستنى لو اسمك على عمل بنتظر اشوفه اكيد بيقول حاجه، صح؟ فدي خلاص بقت امانه. فان انا الاقي موضوع مهم او الاقي حاجه حلوه كان حقيقي صعب. ايه اكتر حاجه شجعتك تخشي هذا المسلسل؟ الموضوع مهم جدا وبيعاني منه ستات كتير جدا، ويمكن احنا في عالم ذكوري حقيقي، مش مجرد كده بس حاجات احنا بنقولها. ومهم قوي ان القوانين دي بقى لها الوف لمئات السنين، يعني احنا المجتمع اتغير ووضع المراه اتغير، وحاسه ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا، حاسه ان احنا كتيبه معركه، يعني احنا كتيبه وكلنا رجاله، يعني الستات قليلين قوي زي ما انت شايف. الكتيبه دي بتحاول تحسن وضع الست وانها تقدر تاخد حقوقها. تفتكري المسلسل ده ممكن يؤدي الى تغييرات حقيقيه في بعض القوانين والتشريعات المتعلقه بالقضايا اللي زي كده، زوجه على خلاف مع زوجها، او زوجه قامت او حصل لها طلاق ما بينها وما بين زوجها، او خلع او ايا كان المسمى، تفتكري المسلسل هيؤدي لتغييرات في التشريعات؟ اتمنى زي اريد حل مثلا عمل تغييرات. اه زي برضو فيلم كان للمبدع فريد شوقي ورشدي اباظه، اوكي، غيروا في التشريعات. ما هي دي رساله الفن الحقيقيه، يعني هي دي رسالة الفن الحقيقية، إن إحنا مجتمعنا اللي إحنا عايشين فيه نغير فيه. صح. طيب هنا برضو هيبقى في دماغي سؤال بصراحة، هل إحنا هنقعد مرة كل سنتين علشان نشوف هالة صدقي على الشاشة؟ حرام عليكي والله. طب قولي أعمل إيه؟ ما هو أنت حقيقي الإنتاج، معلش يعني إحنا في تقصير في الإنتاج حقيقي، والمواضيع المهمة الكويسة، يعني أنا البطولة لفاتن أمل حربي لنيلي، أنا مش بطلة في المسلسل، أيوه، لكن أنا بطلة في دوري. صح. زي ما قلت حضرتك إن هو كتيبة، وأنا مانيش بطلة إن أنا أعمل حاجة تفيد مجتمعي، خلاص أنا خدت كل حاجة من الفن الحمد لله، الحمد لله، وواجبي إن أنا أعمل حاجة تفيد مجتمعي. بس مفيش حد بيكتب صدقني. خليني اختلف معاكي سنه، انه يمكن خلال السنتين اللي فاتوا دول بالذات انا لاحظت انه في كم مسلسلات حلوه،
ومسلسلات بتتكلم بجد على مشاكل المجتمع، ويمكن كان في كمان مجموعة مسلسلات مهتمة قوي بالمشاكل بتاعة المرأة المصرية. معلش بس انت مش هتلاقيها بتقل كتاب كبار مهمين. احنا عندنا حقيقي كتاب مهمين كبار قاعدين في البيت، وهم دول اللي بيشكلوا وجدان المجتمع المصري، واللي بيشكلوا اخلاقياتنا، واللي 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 يعني انا سعيده مثلا قوي ان اسامه انور عكاشه له نص موجود مظبوط اللي بيعمله محمد سليمان عبد المالك. عندنا كتاب مهمين، في شباب طبعا رائع ما اقدرش انكر، اوكي، لكن الشباب دول بيكتبوا على حسب رؤيتهم وعلى حسب خبرتهم في الحياه الغير كافيه. ما يقدروش يكتبوا مسلسل لحد في المرحلة العمرية بتاعتي، هتلاقيهم ضعاف جدا. بس طيب خليني هكمل اختلاف أسامة أنور عكاشة نفسه، وهو أنا في رأيي أروع من كتب للدراما التلفزيونية يعني، ويمكن هو اللي حول كاتب السيناريو إلى نجم على شاشة التلفزيون. أسامة أنور عكاشة الله يرحمه وقت ما كان بيتألق كان وقتها الكاتب الشاب أسامة أنور عكاشة، يعني سنة 85 لما اتعمل الشهد والدموع كان أسامة أنور عكاشة سنه صغير، ما كانش سنه كبير. بس انت لما هتلاقيه ختم بزيزينيا هتلاقي انه في حكم الخبرة زادت، طبيعي ده طبيعي، وطبيعي فيه هتلاقي فيه موهبين، هتلاقي موهبين اكيد، موهبين اكيد عندهم خبرة، ولكن قليلين قوي. احنا مصر ومصر مليانة، ما ينفعش ان احنا نبقى 16 مسلسل. مصر مليانة مليانة، هانت، هتلاقي الحاجات قاعدة عمالة بتزق بعضها واحدة ورا التانية، وبالتالي هيبقى لنا دايما فرصة كويسة ان احنا اكيد انا متوقع ان احنا هنشوف الكتير خلال الفترة اللي جاية، لانه هيبقى دايما في انتاج من متميز الى الاكثر تميزا، وانا من المؤمنين بانه عندنا مواهب في الكتابة رائعة جدا. عايز اشكرك جدا 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 على المداخلة، واشكرك جدا على الدور الحلو الجميل كما عودتينا وكما جرت العادة، الفنانة الكبيرة هالة صدقي كانت معانا على التليفون.